السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. جزائري يتكلم عن سبب التصعيد الجزائري الإماراتي، تابعوا معنا هذا الفيديو. التصعيد الجزائري الإماراتي يزداد أسبوعا بعد أسبوع بعدما كانت الصحف الجزائرية والمواقع الجزائرية خصيصا، والغريب في الأمر أن الصحفيين لا يهاجمون الإمارات، ربما الصحفيين الذين يعرفون أو يعرفون بالتطبيل وبالتزمير لكل ما له علاقة بالمخرجات السلطة الجزائرية لا يهاجمون الإمارات، لأنه كلهم كما يقولوا حي بالدمن حي باللبن ومخبي الطاس. علاش يقولوا هذا المثال؟ لانه كلهم عينهم انه ممكن تجيه فرصه يروح يشتغل في دبي، وهو حق وطموح مشروع في الحقيقه، انا لا الومهم، وكذلك اللي حاب يروح لقطر والخليج ليحسن من مستواه المعيشي وربما ايضا يشوف العالم الاخر. القضيه ماشي هذه القضيه، الصحف التي كانت تهجم على الامارات والتي كانت تبرز وجهه النظر الجزائريه في سوء العلاقات وفي تدهور العلاقات الجزائرية الإماراتية كانت كلها خاصة وليست يعني ممثلة للمؤسسات الرسمية. الآن إذا الإذاعة الجزائرية تطرقت وهاجمت وتهجمت على الإماراتيين بطريقة عجيبة غريبة، وهذا سأقول لماذا وما الذي سيحدث، ربما كاستشراف مني أو ربما كتحليل يعني جزئي. العلاقات الجزائرية الإماراتية بعد ما كانت السمن على عسل، العلاقات كانت تسودها يعني رخاء وتعامل واقتصاد ومزايا كبيرة تحصل عليها الإماراتيين، وخاصة في فترة بوتفليقة تحديدا، وقبلها أيضا وليس فقط في فترة بوتفليقة، ولكن فترة بوتفليقة لأن بوتفليقة كان هو المستشار للشيخ زايد الإماراتي المؤسس وليس أبناؤه، فكانت علاقته قوية جدا واستفادوا كثيرا من مرحلة حكم بوتفليقة. وكذلك المؤسسة العسكرية التي كانت تربطها مع الإمارات يعني مشاريع ضخمة وضخمة جدا، من بينها تصنيع السيارات والمعدات العسكرية في مصانع في الجزائر وأظن في تيارة إن لم تخني الذاكرة. وكذلك أن الإماراتيين في خصوص تهريب الأموال وتسهيل حركة الأموال وكل ما لهم علاقة بالفساد كلهم كانوا يهربون أموالهم إلى الإمارات، والإمارات معروفة في هذا الجانب أنها هي عبارة عن دولة كبيرة لتبييض الأموال، المافيا العالمية كلها تضع أموالها هناك. الآن الإمارات هل هي عراب الثورات المضادة وكذا؟ هذه معروفة أن الإمارات من استراتيجيتها أنها ضد ماذا؟ ضد كل التغيير في العالم العربي، وخاصة الذي يأتي بالإسلام السياسي. فالتحالف الجزائري والإماراتيين كان سمن على عسل، وكانوا في وجهة واحدة وفي طريق واحد وفي سكة واحدة. المشكلة الآن لماذا ساءت العلاقات؟ العلاقات لماذا ساءت؟ أولا عندها علاقة بالملف الليبي تحديدا، وعلاقة الآن دبيبة تحديدا الذي كان هو حليف السلطة الجزائرية، علاقته خاصة إبراهيم دبيبة علاقته قوية مع الإماراتيين خاصة بن زايد، وكذلك حفتر. الإمارات رجلها القوي في الجنوب الليبي هو حفتر وأبناء حفتر صدام خاصة. وكذلك علاقة الإماراتيين الآن مع موريتانيا خاصة بعد اللقاء الموريتاني القوي والكبير الذي كان مؤخرا في العيد الوطني الإماراتي، وهذه كانت رسالة مباشرة للعسكر الجزائري. كذلك فيه نقطة مهمة وهي قضية العلاقات الإماراتية المغربية التي هي قوية، والتي الإمارات تدعم وجهة نظر المغرب في كل شيء وعلاقتها، وكذلك قضية الصحراء هل هي غربية مغربية في هذا الصراع والجدال الذي عطلنا كثيرا وكسر المنطقة. الآن الجزائر بخصوص علاقتها مع الإمارات هل ربما ستسوء أكثر؟ أنا الذي أراه والذي أقتنع به أنه ما دام تهجمت وكالة الإذاعة الجزائرية ووكالة رسمية الإمارات فالأمور ستذهب لتصعيد كبير، والأخطر من هذا إذا كانت فيه قطع العلاقات والمتضرر الوحيد سيكون الشباب الجزائري خاصة الذين يعملون في الإمارات والمستفيدين من البزنس والكابا، وهؤلاء يعرفون ماذا أقصد كثيرا. البديل الآن من سيكون؟ الإمارات ربما سيفتحون ويوطدون العلاقة مع تركيا، ولكن تركيا الآن في علاقة مع الإمارات قوية جدا، والدليل أنه 15 مليار دولار استثمرتها الإمارات في تركيا، فالذي يعول على أن تركيا ربما ستقوي علاقتها مع الجزائر لتكسرها مع الخليج هذا مجنون، وهذا يعني تحليل مراهقاتي كبير وكبير جدا. الآن العلاقات الجزائرية الإماراتية تسوء، أنا نظنها بأن أولا وقبل كل شيء هي علاقتها مع المغرب، الإمارات والمغرب في علاقات قوية جدا، الجزائر لم تقبل هذا التنسيق وهذا التواطؤ الكبير، وأربطوه ربما بخصوص تطبيع بين المغرب وبين
وبين الكيان وبين إسرائيل، وأرادوا أن ربما يجعلوه هو السبة التي يجدون الباب من خلالها ويدخلون في تأصيل هذه المسألة. النقطة الثانية هو ما هو موقفنا. أنا أعرف أن الإمارات هي عراب الشر، ولكن أيضا أن العسكر فاشل في السياسة الخارجية وفاشل أيضا داخليا، ولا يمكن أن يكون صديقك الأمس والذي كنت تتكي عليه فجأة تنقلب عليه، وخاصة إذا كنت متعلقا وكنت يعني متورطا إلى حد بعيد. فالذي سيقع والذي سأراه أنه قطع العلاقات ربما سنذهب إليه، سيتضرر الشباب، ستصبح قضية ربما التأشيرات وكذلك في الجانب التجاري، وخاصة الشباب الذين يعملون في مجال الهواتف والكابة. والمشكل أكثر من هذا أنه الذين هربوا أموالهم من المسؤولين وأبناء المسؤولين وأحفاد المسؤولين كلهم أيضا في دبي. فهل سيرتفع الحد الجزائري أم سينخفض هذا الذي سنراه مستقبلا؟ سلام. الآن الإمارات والحراك الجزائري، عندما رفض الإمارات وتواجد الإمارات ورفض الحمارات، ما الذي مشي أبو مناوي تاع النمسا، نسيت الاسم ديال، من الذي وقف وقلع على أولئك المشوشون؟ الجروح والمجلة الجيش أنه ضرب العلاقات الجزائرية الإماراتية. شوفوا خطابات الثلاثاء على المشوشون، الإعلام بدأ يتهجم كيف يدركم تسبوا في الإمارات وكذا. الآن لماذا كانوا الناس يقولوا هذوما الحراكيين وكذا وكذا يسبون في الإمارات ويريدون كسر العلاقات مع الإمارات لأنه الإمارات عربية؟ أنا سمعت مؤرخ لا سمح الله كارثة، مؤرخ جزائري هو بلغيت على كل حال، وأنا أعرفه ودرست يعني في كلية أصول دين ودرس علوم سياسية واشتغلت في الإعلام فأعرفه جيدا. إذا كانت الإمارات الحراك تهجم على الشيطان العرب هذا وعلى عرابي الشر هؤلاء، واتهموا الحراك بأنه يريد التشويش والضرب الإمارات لأنها عرب، بالغيت نعم يدمر يسب الإمارات، لأن الحراك يسب الإمارات لأن الحراك أجندته علمانية وراء فرنسا، ويسب الإمارات لأن الإمارات مبعثها حضاري عربي. هذاك الوقت كانوا يسبوا في من؟ في الحراك، في الشخصيات السياسية التي كانت ترفض الحراك، الشخصيات الداخلية ولا تكلم عن الخارجية. وأصبح الحراك يريد الشر بضرب العلاقات الجزائرية الإماراتية. بعد 3 سنوات بعد ما كانت العلاقات سمن على عسل، العلاقات الجزائرية الإماراتية كانت كلها سمن على عسل، الاستثمارات الإماراتية في الجانب العسكري في تيارت كبيرة وكبيرة جدا كانت، كذلك فيما يخص العلاقات الشيباني وكذا، والعلاقات الكبيرة الأسرية الإماراتية المنتجعات وقضايا البزنس وكذا كبيرة وكبيرة جدا في الجزائر. القضية هو لماذا؟ هو أن بوتفليقة كان مستشار الشيخ زايد الذي هو الأب المؤسس للإمارات، طبيعي كان مستشار وكان عنده قوي وكانت عنده علاقة، ولكن الآن بعد 3 سنوات أصبحت الإمارات عراب شر و القضية مش قضية عيب كبير أن الإمارات تصبح دولة توسعية، هي مش خطة، هي خطة تفتيتية تفكيكية، مش خطة. شوف ما تقدرش تقول على الإمارات دولة، شوف قولي إيران دولة توسعية نقول لك أوكي، قولي أمريكا في كل قوائف العالم دايرت لي أنها من ضمن الخلافة مفهوم الغربية، تقتل وتقتل في الناس وتعطينا نموذج حكم كيفاش داير، وهي اصلا لا تحترم هذه القواعد فنرفضها، نقول لك دوله توسعيه. عندما تقول لي تركيا عندها دفع حضاري تاريخي ربما نوعا ما، اما باش تقول لي الامارات دوله توسعيه ما تقدرش تقول لي من وراء الامارات. أما شوف من لازم نعطوا الناس، لكل واحد نعطوا له قيمته التي يستهلها، ما تقدرش انه تقول الامارات دوله توسعيه، قطر دوله توسعيه.